مساء الخير على كل هو وهن. طبعا انتوا عارفين عايزين تعرفوا انا بضحك ليه، بس لازم كده في تركه كده قبل ما نطلع مع حضراتكم، يعني مش مشكله، مشاكل عائليه. خليني ارحب على حضراتكم جديد من ايام هو هن. عندنا النهارده يوم مليان جمال ومليان كمان ضحك، لكن خلوني في البدايه ارحب على مرموري وعلى ميوشي. ازيك يا نرمين؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. مساء الخير على كل مشاهدي قناة المحور. حلقة جديدة، وزي ما انتم عارفين فقراتنا دايما مختلفة متنوعة. بس قبل ما اتكلم في اي تفاصيل خلوني اسلم على مروة. ازيك يا مروة؟ عاملة ايه؟ طبعا في البداية بسلم على كل مشاهدي قناة المحور في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من حلقاتنا. حلقتنا النهاردة هتهم كل الناس اللي بتتفرج علينا، عشان اكيد كلكم مريتوا بده. دايما بنسمع عن نهاية اي شيء في حياتنا، بيكون ساعات صعب جدا النهاية دي، خصوصا بقى لما بتكون نهاية أي علاقة طبعا كان أساسها قائم على المشاعر والحب والارتباط المتبادل بين الطرفين. في اللي بيختار أنه يعيش مشاعر الحزن ويفضل قاعد مش قادر يعمل أي حاجة، واقف كده زي ما بيقولوا محلك سير. وفي اللي بيختار أنه يتخطى ويكمل حياته بشكل سريع جدا، زي ما بنقول كده بيموف اون بسرعة. في ناس كتير جدا جدا ستات يقولك لا ده الرجالة اللي بتموف اون، في رجالة يقولك لا ده الستات هي اللي كده. الحقيقة آراء مشوشة وآراء متضاربة. هننزل نشوف مع بعض الناس، كاميرا هو هنا نزلت الشارع، ونشوف الناس قالت ايه، مين بيموف اون أسرع، الراجل ولا الست؟ يلا بينا نروح نشوف ونرجع تاني. البنت. لا الولد. البنت. البنت. البنت مثلا. أظن البنت. الولد. 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 البنت. افترض الولد. معرفش، بحسهم بيموفون اسرع. الولد طبعا مش البنت. احنا بنقعد على القهوه بنغير مود على القهوه خلاص. الولد مشاعره تبقى بجد شويه عن البنت. البنت ما عندهاش مشكله وقت ما تحب تلاقي حد تلاقي حد، عشان ما بنفرش معانا قوي الموضوع. مش عارفه بصراحه، ما ارتبطتش عشان اعرف. ممكن مثلا بتعرف على الشباب كتير وكده. الولد بيتعامل في حياته طبيعي، بس يعني البنت ممكن تقعد فتره زعلانه او مكسوره وبعد كده بيتعدي الموضوع، انما الولد بيفضل جواه. انا عن نفسي بموف اون بعد البتاع بنص ساعه عادي. هو احنا بقيت حساسين، نقاش نتخطى بسرعه بقى وكده، هما بيتسلوا على طول كده، على طول اللي بعده يلا. طيب شفنا وجهات نظر كتير ومتضاربه. انا بقى من وجهه نظري اللي ولا الراجل ولا الست، هي الشخصيه. ولا انت ايه رايك؟ انا غششتك الكلمه دي. بس انا كنت بقول انا عايزه اقول لك ان مفيش حاجه ليها معايير معينه او مقاييس معينه. في رجاله بتبقى بتتاذي جدا جدا لما الطرف الثاني بيسيبها، وفي ستات نفس الموضوع، هي بقى مش بالراجل ولا بالست ولا مين بيحب مين اكتر، هي بالشخصيه. في ناس عندها القرار اقوى من الحب. انا دايما بقول ان القرارات اقوى من الحب. يعني انا لو مقرره ان انا اقوم من الموضوع ده بسرعه وعندي بلان كده عاملاها لحياتي، دي بقى بالشخصيه مش بالراجل ولا بالست. طيب خليني اقول على حاجه، انا موافقاكم جدا انتوا الاثنين على فكره، بس خليني اقول على حاجه، ان دايما الست لما بيبقوا مثلا اثنين مرتبطين والست والراجل بيسيبوا بعض، الست في بدايه الموضوع بتبقى تعبانه وبتعيط ومش عايزه تشوف حد وقافله على نفسها، بتبقى خلاص الدنيا، تحس ان الدنيا سودة في وشها. الراجل بيبقى عادي وجميل والحياه رايحه ورايح جاي ومفيش اي حاجه. بس بعد يمكن فترة. بصوا بجد خدوها مني، هم اسبوعين ماكسيمم شهر، تلاقي حسوا ان الميزان بتاع الست خلاص فاقت، والراجل هو ايه ده، هو هي فين، هي راحت فين. فهي زي ما هم قالوا ما لهاش معايير. الراجل ممكن ما يقعش، بس الموضوع بيفضل معاه طول احساس الفقد، بس كمان هو ما يحسش ان حقيقي انه مش لاقيها. طيب خلونا بقى ننتقل لموضوع حلقتنا النهارده. بصراحه هي الحلقه كلها مخصصه لهن، هنتكلم فيها عن البيوتي والفاشن، الموضه والجمال. انتوا ايه رايكم في الموضوع ده؟ اعتقد الحاجات دي يعني اهم من بعض عند الست. طبعا طبعا. إيه مين ما بيعملش ماسكات على وشه او ما مش عارفه بيعمل ايه، وعلى الشعر، وعلى يعني قبل ما نطلع دلوقتي لحضراتكم انا وما يكون عاملين نقول الشعر والزيوت وبتغمق الشعر وبتفتح الشعر. فاعتقد هتكون في فكره حلوه جدا بتهم طبعا كل البنات اللي بيصرفوا فلوسهم كلهم زي كده على الشعر وعلى الاستنشن، وازاي اطلع شعري وازاي اخلي شعري لونه ما اعرفش ما يغيرش. حاجات كتير جدا الستات والغلابه كمان للشعر اعتقد مهمه. الستات دول غلابه والبنات بيصرفوا فلوسهم كلهم حقيقي. حاجات حصل الشعر والوش والموضه واللبس، يعني ربنا يكون في عونه. عارفه ليه يا مروه؟ اعتقد عشان كل البنات شايفه ان قوتها من جمالها مش من ذكائها، فعشان كده بتستثمر قوي في الجمال. طيب هم هتكون معانا فقره لطيفه تابعونا فيها. على سيره بقى كلامنا عن الموضه والاناقه والجمال، كلنا تابعنا الايام اللي فاتت يعني مسابقه من اهم المسابقات، وهي على مستوى طبعا مصر والعالم العربي، هي مسابقه ملكه جمال مصر
وجمال العرب، عفوا مسابقة ملكة جمال العرب وأوروبا، أوروبا دي في دورتها ال 17، هتكون منورانا هنا كمان يعني الفائزة باللقب، وكمان هي الوصيفة على مستوى العالم، فأعتقد فقرة تبقى لطيفة جدا. هيكون برضو معانا فقرة مهمة جدا هتكون بقى مع مروة، هنتكلم فيها عن النصائح اللي تخص الشعر والعناية بيه. هيكون معانا بلوجر نور الفرماوي اللي هتنورنا في استوديو هو هنا، بس خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نبدأ أولى فقراتنا فهو وهنا. أنا مبسوطة جدا إنه الإيفنت راح يكون موجود في مصر أم الدنيا، وأشكر الدكتورة حنان نصر على المسابقة الروعة، وأتمنى حظ موفق لكل البنات وخاصة بنات أوروبا، لأني كان معي احتكاك رسمي، راح يكونوا متميزين إن شاء الله، وأهم شيء إنه راح التوج راح تكون عربية، فهذا أهم شيء في الموضوع في مسابقة جمال العرب، إنه راح يحمل اللقب بنت عربية، مش مهم لو كانت من ملكات جمال العرب أو ملكات جمال أوروبا. في أسس عالمية للملكة لتشارك، بده يكون طول وجسم ووزن وتكون مثقفة متعلمة عم تمثل بلدها، ويكون عندنا بين 18 27، فهيدا الشيء بيلعب دور كثير لنحن نعرف مين نختار الصبيه اللي بدها تمثل البلد اللي عم بتشارك منه، فبده يكون عندها اسس الجمال بالاضافه للثقافه وتكون متعلمه وعندها حضور وكاريزما. ملكة الجمال، أنا أعتقد ما بيكونش الجمال، ما بيكونش جمال الوش بس، الجمال دايما الجمال الداخلي اللي جوه الروح ده بيظهر على الوش. ايه الفايدة لما تبقى حد وش حلو وجميل وعاملة زي التمثال، ما فيهاش روح، ما فيش ثقافة، ما فيش حاجات كتير قوي لازم تبقى موجودة في شخصيتها. بالبداية لما عملنا أول برومو اختارنا طلع عنا ثلاث صبايا، رجعنا زودنا إذا بدك الإعلانات وانتشار الإعلانات، تفاجأنا ب 93 صبية من مختلف المناطق اللبنانية تأهلوا لنصف نهائي، 33 صبية، آخر شيء بالفاينل اخترنا 16 صبية، وال 16 صبية طلعوا على المسرح، وهم بدي أتشكر النجمة المصرية بوسي اللي جت خصيصا من لبنان، من مصر على لبنان لتوج الملكة وتحيي السهرة وتغني معنا ومع النجم رضا أكيد، وكان في نجوم كثير من مصر وكان في سيليبرتي من مصر، كانت الحفل عربي إذا بدك أوروبي، لأنه كان في من أوروبا، من ألمانيا كان في، من قبرص كان في، من تركيا كان في ناس، من دبي كان في ناس، فكانت إذا بدك عالمية الحفلة الحمد لله. بما ان احنا النهاردة بقى بنتكلم او عملنا حلقة كاملة عن الجمال، فحبينا ان تكون فقرتنا دلوقتي الحقيقة عن واحدة من المسابقات اللي عنوانها الرئيسي والاساسي هو الشياكة والاناقة واكيد كمان الجمال بلا منازع، هي مسابقة ملكة جمال العرب واوروبا دي في دورتها ال 17، واللي الحقيقة شفنا يعني احداثها وفعالياتها خلال الايام اللي فاتت، وخليني اقول ان برضو كان حفل الختام الخاص بها كان اليومين اللي فاتوا، وكان في حضور كتيرة جدا بقى من نجوم الفن والاعلام في الوطن العربي، وعايز اقول لك كمان هي كانت مسابقه من المسابقات فعلا الجميله جدا. انا عايز اقول لك ان انا ببقى متحمسه قوي ان انا اتابعها واشوفها. وطبعا كلنا عارفين ان النوع ده من المسابقات مش بس بيكون معتمد على وجه جميل، لا ده بيكون ليه معايير ومقاييس كتير قوي هنعرف كواليسها من ضيوفي اللي منوريني النهارده في استوديو هو وهن، دكتور حنان نصر رئيس مؤسسه ملكه جمال العرب واوروبا، برحب بحضرتك. اهلا بيكي. ريهام الخصيب الوصيفه الاولى بالمسابقه، برحب بيكي يا ريهام. اهلا بيكي، وطبعا ده ببارك لك على اللقب في الاول. ميرسي. وملكه جمال تقريبا العرب انا ملكه مصر. جمال العرب مصر. ده اول تايتل، وتاني تايتل وصيفه الاولى لملكه جمال العرب. بعدين تايتلز كتير مكتسحين. بنبارك لك بجد على كل الالقاب اللي خدتيها. دكتور حنان خليني بقى نعرف اكتر عن تاريخ المسابقه، وعايزين نعرف الاختلاف ما بين اول انطلاقه في 2006 ودلوقتي في 2024.
المسابقة طبعا 17 سنة من الجهد، وابتديناها 2006 بفكرة ما كانتش حد يعني لم تطرق من قبل، يعني زي ما بيقولوا عملنا شغل لمدة 17 سنة في العالم العربي. الفكرة بقت فكرة يعني راسخة جدا في عند كل البنات، ان هي دعوة للحشمة والثقافة. مسابقة متميزة بتخاطب الفتاة العربية انها تحافظ على هويتها العربية، تكون موجودة في مجتمع حتى غربي ولكن هويتها العربية موجودة. علشان كده احنا تطرقنا ان بعد كده بقينا بنعمل مسابقة اوروبا اللي هي ملكات جمال عرب يوروب، البنت العربية اللي بتعيش في اوروبا ولكن متمسكة بعاداتها وتقاليدها العربية. المسابقة بقت تقريبا دلوقتي لها 16 وكيل حول العالم، في لينا وكلاء في أوروبا، وكلاء في أمريكا، وكلاء في تركيا، في كمان في كندا. يعني مسابقة بقت كبيرة جدا لدرجة ان احنا بنشتغل طول السنة عليها. لا بالتوفيق، لان وكمان ستكم ما شاء الله مسمى. خليني اروح لريهام وببارك لك اكيد مره ثانيه، وخليني يعني نقول بقى للبنات برضو اللي بيتفرجوا علينا، انت اصلا عرفتي المسابقه منين؟ يعني اعلنوا عنها على سوشيال ميديا، حد من صحابك اللي قال لك، هم اداره المسابقه كلموكي؟ قولي لي عرفتيها ازاي. انا كنت عادي بقلب على الانستجرام ولقيت ان هم منزلين لو حد عايز يقدم في المسابقه يخش على اللينك ويملى الابلكيشن. فانا اوريدي مليت الابلكيشن وكلموني بعديها بيومين قالوا لي تعالي عشان لسه في ميتنج ليكي. هو انت اوكي اتقبلتي مبدئيا؟ ما خفتيش؟ يعني خليني اقول لك على حاجه، انا مثلا زمان لما كان بيبقى فيه الحاجات دي انا كان اهلي بس زمان، انا طبعا دلوقتي خلاص كبيره. لا زي الاول حبيبتي. فزمان لما كان يبقى فيه حاجات زي كده، وبرده ده نفس السؤال لحضرتك يا دكتوره حنان، انه الاهالي بتخاف، ممكن يقول لك لا، وممكن يبقوا نصابين، ممكن يستغلوا البنات، ممكن يعملوا ويسووا ويستغلوكوا ويصوروكوا. وللاسف للاسف ان السيئه بتعم والحسنه بتخص. شفنا حاجات زي دي كتير، ما خفتيش؟ لا لا خالص، بالعكس. لا، وبالنسبة لميس ارابورت يعني بصراحة احنا مش علشان احنا بنتكلم عن نفسنا، احنا الموضوع ده يعني عمره ما حصل عندنا الاهل، بالعكس. بالعكس بتكلم عندكم، بتكلم على في مسابقات اخرى. يعني هقول لحضرتك حاجة، احنا الاهل دلوقتي يمكن اول ما بدأت المسابقة كانت الناس بتتكلم خوف من المسابقات ان جنرال، ده كلام ده 2006. وبعدين اثبتنا مصداقيتنا والشفافية بتاعتنا، اثبتنا ان احنا بنخاف على البنات جدا. يعني انا بتبقى مسؤوليتي كبيرة قوي، بنات من العالم العربي في ثقة ان هم يجوا مصر، وخصوصا انكم حريصين كمان على العادات والتقاليد الشرقية، يعني نقطة مهمة جدا، يشاركوا بالازياء التقليدية الوطنية لبلادهم. الامهات دلوقتي بيقولوا لي احنا ما بقيناش نخاف لما بيكون في بناتنا جايين من الخبرات السابقة، لان انا بخاف عليهم اكتر ما هم تكون معاها مامتها. هم بيسافروا بره ولا لا؟ هو هنا في مصر. لا، هم اوريدي البنت اللي بتبقى جايه من بره اصلا هي ببقى انا ببقى عملت مسابقه، يعني البنت اللي في المغرب دي او في تونس او في الجزائر انا ببقى سافرت وعملت مسابقه هناك. اوكي. فالبنت اوريدي جايه متوجه في بلدها، فهي جايه ملكه جمال العرب مغرب او جايه ملكه جمال العرب تونس. ريهام اتوجت في مصر ملكه جمال العرب مصر، فهم كلهم اوريدي ملكات متوجات في دولهم، بيجوا مصر على التسابق العربي الاخير. يعني ده السبق الاخير اللي هو العربي، مين بقى هتبقى في مصر بقى. في مصر مين هتبقى ملكه جمال العرب الختاميه ومين هتبقى الوصيفه. فالمسابقه ليها سمعه الحمد لله طيبه حتى بين الاهل. صح، الحمد لله احنا متخطين، والا ما كانش يبقى عندنا دول شائكه جدا. احنا بقى عندنا دول دلوقتي ما كانتش تفكر اصلا تدخل مسابقات، زي اليمن حقيقي. زي السعوديه، زي الامارات، زي السودان من الدول الشائكه على فكره جدا ومخيف، محافظين جدا جدا. فلا بالعكس. وبعدين انا قلت لا مانع من ارتداء الحجاب حتى لو هي عايزه تبقى محجبه، وفازت عندي. برافو والله. فازت عندي 2009 سعوديه محجبه، 2007 بحرينيه محجبه. عندي وصايف كتير محجبات في العالم العربي. فانا بالعكس انا بحافظ على الهويه العربيه، وما عنديش مش يعني ما عنديش ان انا البنت تتعرض. دكتور يعني حنين، ايه هي الشروط والمعايير الخاصه بالمشاركه بقى؟ شروط والمعايير للمشاركه ما اختلفتش من سنه لسنه، لان اللايسنس بتاعتنا لايسنس عالميه وفيها شروط. عربيه الجنسيه، عندها رغبه في العمل الاجتماعي التنموي، مثقفه، خريجه جامعه، تكون مش بتدرس، مش ممكن تكون بتدرس، ممكن تكون بتدرس بس تعليم جامعي. تكون سلوكياتها متوازنه، سمعتها طيبه، تكون طبعا الطول والوزن يكون متناسقين.
التمرين، يعني بيقول ان الجسم يكون متناسق، عشان هي برضو في الاخر هي صوره او وجهه، يعني بنتكلم في البنت الايديال. وبعدين انا بعمل لهم اختبارات هنا، حتى الطبخ بيعملوا مسابقه في الطبخ. كل بنت بتقدم اكله من بلدها. عرفت تطبخي يا ريهام؟ او عملت طاجن باميه باللحمه، وانت عملت دخلت الثقيله طاجن باميه. لا المسابقه بتبقى ثقيله جدا، وزي ما حضرتك شايفه كمان في نجوم بيبقوا موجودين في لجنه التحكيم، يعني احنا بنستعين كمان بخبرات النجوم، بخبرات الشخصيات المهمه في التحكيم. انا شفت ان كان في الفنان حوريه فرغلي، الفنان احمد شاكر موجوده، الفنان مصطفى شوقي. نجوم كتير، وعلى مدار السنين لجنه التحكيم بتضم نجوم كبار، وكان معانا من العالم العربي، كان معانا اطباء متخصصين في الجمال وشخصيات مهمه من العالم العربي، علشان كمان البنت متاكدين ان هي مفيش عمليات تجميل، مفيش، يعني هي كمان دي نقطه مهمه. حقيقه دكتور حنان الجزء ده مهم جدا جدا، بقينا نشوف مسابقات كتير قوي هي عامله كميه فيلرز وعامله مناخيرها ومركبه اكستنشن، طب فين بقى الجمال؟ بصي حضرتك احنا كان عندنا ثلاث اطباء تجميل السنه دي، من الاردن دكتور هشام نوافله، كان عندنا من دكتور محمد عرابي من دبي، من اصل سوري، وكان عندنا في مصر هنا رئيس لجنه التحكيم الدكتور عمر رشاد، ودول ثلاثه اطباء تجميل كانوا مسيطرين جدا، وعملوا يعني عملوا محاضرات الاول، وعملوا ميتنج مع البنات وشافوهم الاول. موضوع التجميل مش وارد خالص في موضوع المسابقه. حلو قوي. طب خليني ارجع لريهام تاني واسالك بقى، اتعاملتي مع جنسيات وثقافات كتيرة جدا، اكيد في المغرب، تونس مثلا، السودان زي ما دكتور حنان بتقول، يعني من مختلف البلاد او الدول، اكتر واحدة شفتيها اللي هي قريبة منك، يعني قريبة منك في الطبقة وقريبة مننا احنا كمصريين، كانت مين؟ والله هو انا مش عايزه اقول جنسيه معينه مين كان اقرب في الطباع، او كنت مصاحبه مين قوي في هو ممكن كنت مصاحبه مين، كانت العراق عشان كانت معايا في الاوضه، فكانت اكتر حد مصاحباه وهي خفيفه قوي. لكن بقيه البنات كلهم مش عايزه اقول اسامي عشان ما انساش حد، بس كلهم بجد كانوا حلوين. هما كان متسابقه، كنا 12 12 واوروبا كانوا 6، واوروبا كانوا 17 بنت. يعني 17 بنت. 17. طب ريهام كلميني اكتر عن كواليس التجربه بقى نفسها، المراحل كلها كانت عامله ازاي من الاول؟ من الاول. اوكي. هو من الاول لما الاول ما قالوا لك انت قبلتي يا ريهام؟ من بعد الانترفيو. من بعد الانترفيو بقى انا بقيت افكر، هو انا لو كسبت اصلا ان انا ملكه جمال العرب مصر، انا هكون يعني بتكلم عن مصر، يعني انا اللي هكون الاساس يعني. فالموضوع كان رهبه شويه في الاول، وانا امثل مصر بكل فخر كده، دي كانت حاجه صعبه قوي. وكان على قد ما هي حلوه على قد ما هي مسؤوليه كبيره، كنت لازم اكون قدها برضو. قعدت اذاكر كتير، وقعدت اقرا عن المسابقه اكتر، وحاولت اكون ان انا احاول اوصل ان انا اكون وجه مشرف في الاخر. قعدت اشتغل على نفسي، اتفرجت على حاجات كتير، اتفرجت على مسابقات كتير قديمه، حاولت يعني الم المسابقه على قد ما اقدر، بحيث ان انا يكون في الفاينل انا قد المسؤوليه ان انا اكون بمثل بلدي مصر. وكنت قدها وخدت اللقب. الحمد لله، هو الوصيفه الاولى اخدته، بس يعني كنت اتمنى اكتر من كده، بس انا ربنا دايما اللي بيعمل لي الخير، اكيد كان ده احسن ليا. تكلمني اكتر عن السيشنز بقى. هو كان اكتر ان احنا في العشر ايام اللي بعد في العشر ايام. اوكي. في العشر ايام كان الموضوع من اوله كنا عندنا كورسات مع دكتور وليد ودكتور حاتم. كورسات ايه بقى؟ انجلش ولا ايتيكات ولا ايتيكات وكات ووك وتصوير ازاي؟ ما بتاخدوش حاجات تعليميه، هي الحاجات هو تعليميه في في ان احنا ازاي نقف ونتكلم في اللجنه، ازاي يكون عندنا ثقه في نفسنا واحنا بنتكلم. اكتر سيشن كنت لا اللي هو ما تيجي اللي لا خالص بجد خالص عشان دكتور حنان قاعده. بجد هم بجد انا عايزه اقول لحضرتك من غير التايتل كسبت او ما كسبتش، بجد في العشر ايام احنا اتعلمنا حاجات لو قعدت طول عمري ما اتعلمتهاش قبل كده بجد. يعني بجد فادونا جدا 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 الكورسات، غير ان هم كانوا كلهم بيتعاملوا معانا كانهم اهالينا، يعني خايفين علينا بجد، وعايزيننا احسن بجد، وعايزيننا نطور من نفسنا اكتر ونذاكر بجد، مش مجرد بس 10 ايام وهيعدوا وحد هيتوج، لا خالص. طيب دكتور حنان خليني اسالك عن اي موضوع فيه بنات كتير بتبقى فيه مشاكل كتير، نفسنا وغيره بصي ضحك ده ضحك ده انتوا مغلبينها شكلكم، والله شكلكم مغلبينها. لا اصل يعني اي حاجه، اي برنامج، اي شغل في الدنيا فيه اكتر من بنتين او ثلاثه، لا بيبقى فيه مشاكل وفيه غيره ونفسنا،
كنت بتتعاملي ازاي؟ كنت بتعملي ايه؟ بصي هقول لحضرتك حاجه، احنا كنت بتفشي منهم احنا كانوا بيعملوا مع بعض اللي انتوا عايزينه. لا احنا دلوقتي تجنبنا الموضوع ده، هقول لحضرتك ازاي بقى عملت لان إيه؟ لان كل بنت متواجده في دولتها فهي جايه تحمل لقب دولتها اصلا. يعني ريهام لما دخلت هي واخده ملكه جمال العرب ماشي، بس بيتنافسوا على اللقب الاكبر. بيتنافسوا على اللقب الاكبر، بس احنا دايما بنديهم ثقه في نفسهم. وبعدين لما بيشوفونا ان احنا عندنا عداله في كل حاجه بيطمنوا بصراحه. يعني انا دايما اقول لهم انا مش كوسه يعني. لا هم عارفين او وسط، ولما بقعد معاهم من اول لحظه هم عارفين، وسمعه المسابقه الحمد لله بنتكلم معاهم بكل مصداقيه. انت في العشر ايام دي هتثبتي نفسك وهتكوني موجوده، سلوكياتك تصرفاتك داخل المعسكر، اسلوبك مع البنات، طريقتك مع لجنه التحكيم، كل ده مختلف وكل ده هيخليك توصلي لدرجه معينه. بعد كده بشويه بيبتدوا يدخلوا بقى في الجد، في الامتحانات، في المسابقات، في الاختبارات. فبيبتدوا كل بنت بتبقى مشغوله حقيقي، فهتقدم ايه وهتعبر عن نفسها ازاي. احنا بنصرف دماغهم لحته بعيدا عن مشغولين جدا، بعيدا عن انهم يتنافسوا ان كل واحده عايزه تبين اجمل ما فيها. فبتبتدي ايه، كل واحده يبقى عليها مجهود وبتبذل مجهود حقيقي. طب دكتور حنان ازاي بقى بيقع الاختيار؟ هل من خلال حضرتك ولا من خلال لجنه مختصه؟ لا احنا بالنسبه لنا بنحط الاول فتره الكامب، بنحط درجات الكامب وبنقدمه للجنه، لرئيس لجنه التحكيم، وهم لجنه التحكيم بيبتدوا يتكلموا مع البنات في محاضرات. احنا كان عندنا يوم 9 ده، واظن البنات كلهم عارفين كان في لقاء مع لجنه التحكيم. كل محاضرات كل واحد من لجنة التحكيم قابل البنات مقابلة منفردة لمدة نص ساعة، اداهم محاضرة وسألهم وعمل درجات. حلو قوي يعني بجد. هايل. فهم كانوا تقريبا حوالي سبع او ثمان محاضرات متتالية ورا بعض، وكل واحد حط الدرجات وسلموها لرئيس اللجنة. طيب خليني اخيرا بقى اسألك، ريهام خدت اللقب وفرحانة بيه، وأكيد اتبسطتي مع أهلك ومع أصحابك، وأكيد حاسة بنفسك طبعا ملكة جمال العرب ده مصر. يعني ناوية تعملي إيه؟ والله هو أنا أحلامي كتير. يعني أنا ناوية أشتغل أكتر. لا أنا مش عايزة أحلام، أنا عايزة حاجة على أرض الواقع. أنا هعمل كذا، أنا ناوية أسوي كذا. يعني أكيد بالمساعدة معاهم أكيد. أول حاجة اللي نفسي اللي هعملها أوريدي إن شاء الله هي المشروع بتاعي. بيتكلم عن الاهالي المغتربه اللي بتيجي من بلاد اخرى، من محافظات اخرى. اوكي. دي يكون ليها بيت هنا، زي مستشفى 57 او ابو ريش او كده. نكون عاملين لهم ابلكيشن، الابلكيشن ده هيكون عليه شقق يقدروا يقعدوا فيها يعني. يعني بالتوفيق ده الاساسي يعني ان شاء الله اول حاجه هبتدي فيها. يعني كل التوفيق بجد ليك. انت عايزه تقولي حاجه يا دكتور حنان؟ كنت عايزه اقول لكم كمان امبارح خلاص تعقدنا، هي هتدخل مسلسل. الله ده احنا هننتجر رمضان ولا بعد بعد رمضان على طول؟ تعقدنا مع شركه كبيره من شركات الانتاج الفني، واختاروا ريهام هتدخل مسلسل دايركت نجمه يعني. دايما شرف دايما يا رب ان شاء الله. لا بجد كل التوفيق ليكي، والف مليون مبروك. ويعني دايما انا فخوره بمصر ومصريتي وببناتنا المصريين. نورتينا بناتنا الامارات جدا. دكتور حنان نصر مؤسس مسابقه ملكه جمال العرب واوروبا، وريهام الخطيب الوصيفه الاولى بمسابقه ملكه جمال العرب، وكمان ملكه جمال العرب مصر. صح تقولوها كده؟ صح صح. فنانه صاعده. انا بشكركم، انتوا نورتونا في استوديو. شكرا ليك. شكرا. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، يا رب تكون عجبتكم. بريك سريع ونرجع ليكم مره ثانيه. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم، وفقرتنا هتكون مهمه جدا لكل الستات وكمان كل البنات. كل الستات وكل البنات بيهتموا جدا جدا بالجمال، وهو طبعا عنصر اساسي لا غنى عنه عند كل الناس، خصوصا بقى البنات والستات. لما نيجي بقى نتكلم عن الشعر او وصفات للشعر، في ناس كتير بتقطع مشاوير انها تقعد تشتري اي حاجه عشان شعرها. اصل شعري وقع، اصل شعري مقصف، اصل شعري فيه قشر، اصل شعري سبخته وحصل له مشاكل كتيره جدا جدا ومش عارفه ارجعه بطبيعته او بصحته تاني. دلوقتي بقى فقرتنا هتهم الناس اللي بيعانوا من المشاكل دي، هنعمل بعض الوصفات اللي تحافظ على جمال شعرنا وحيويته، وكمان ازاي نلمع شعرنا يكون لمعه طبيعيه بدون اي مواد كيميكالز. معانا مجموعه من الوصفات النهارده هنعملها هتعالج كل الكلام دي. ضيفتي النهارده اللي هتكلمنا في كل التفاصيل دي هي نور الفرماوي، صناعه محتوى
وبلوجر. ازيك عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الستات والبنات بيدفعوا كل فلوسهم في الشراء، شراء اي حاجه وانا منهم. اي حاجه خاصه بالشعر وانها تعدل لك اي حاجه، ممكن تكون عندك اكتر منها في البيت كتير جدا، بس حد يقول لك ايه اصل دي ما اعرفش جابت نتيجه معايا، اصل دي عملت مش عارفه ايه معايا. فالصراحه يعني ايه بنشتري بطريقه يعني هستيريه. لان انا سمعته ان في بعض الوصفات ممكن تعالج حاجات كتيره جدا، والحاجات دي ممكن تكون موجوده في اي بيت من غير ما نروح نشتري او نكلف نفسنا. بالظبط. قولي ايه الوصفات اللي هنعملها النهارده عشان نعالج اي شعر فيه مشاكل عند الستات والبنات؟ احنا النهارده بقى معانا وصفات كلها طبيعيه موجوده في البيت ومش مكلفه خالص، وحاجات بقى بتعمل مفعول اكتر من حاجه ممكن نشتريها من بره. انا جربت. اول حاجه معانا ماسك لترطيب الشعر. الشعر انا حاجه عايزه اقولها مهمه جدا، ان الشعر محتاج يترطب زيه زي بشرتنا، لان لو ما ترطبش هيبقى هايش وهيبقى مقصف وهيتكسر، فكل ده بسبب ايه؟ عدم الترطيب طبعا. فاحنا نعمل ماسك في البيت جدا عادي، نرطب الشعر. اول حاجه معلقه زبادي. معلقه زبادي عاديه في بلدي عادي جدا، عادي اي زبادي عندك. معلقه ومعلقه زيت زيتون ومعلقه عسل والموزايه، مش هنحتاج اكتر من كده. بناخد معلقه من العسل، من الزبادي سوري. عارفه ان نروح المشكله ان احنا بنكسل، يعني في ناس بيبقى عندها موس كتير جدا في البيت، موس اللي هو خلاص بقى بيبقى يعني اسود كده، اصلا ده عادي جدا لما نستخدمه على الشعر. بالزبط. بنضربه في الخلاط او في الكب او مع بعض الحاجات دي، ممكن ندخل كمان مواد تانية فعلا بترمم الشعر جدا جدا، وانا جربت فعلا الموضوع ده، كنت صبغت شعري وشعري اتقطع. فرق معايا جدا. الصبغه فعلا بتبهدل الشعر، بتبقى محتاجه بعدها انت تهتمي بيه. عشان محتاج استمرار انك تبداي تصبغيه. الماسك بيرطب الشعر، وانت لو استمريتي على الماسكات هتحسي ان انت مش قادره تستغني عنها. صح. من كتر ما انت بتحسي ملمس شعرك ناعم وطري ومترطب، فبتحسي ان انت لا مش قادره تستغني عنه. حاجات بتبين الشعر فيه حيويه، خصوصا لما بنعمل شعرنا اللمعان. بالظبط. وعدم التقصف اللي فيه ده بيبان اكتر واحنا عاملين شعرنا، فده صحته بتبان اكتر. بالظبط. بيبان شكله حيوي كده وهيلثي زي الاعلانات بالظبط. تمام. خدنا معلقه من الزبادي. أيوة. هناخد معلقه من زيت الزيتون، بعد كده هناخد معلقه من العسل، هنقلب بقى كل ده في بعضه. وبعد كده بقى هناخد نص موزايه. الموزايه دي كبيره، يعني لو في موزه صغيره هناخدها كلها، خصوصا برضو ننقي الحاجات اللي بتبقى مهريه شويه عشان نهرسها. بالظبط. عشان تبقى تساعدنا لو هي لو مش هنضربها يعني في الكب او في الخلاط. بالظبط فعلا. خلاص احنا كده خدنا المكونات بتاعتنا، المفروض بقى ان احنا بنقلبها كلها في بعض. بس هو ربع موزايه بس، انا بقى عارفه اللي هو ايه عندي. هي دي عشان كبيره، هي دي كبيره، كل ما تستخدمي اكتر تجيبي نتيجه اكتر. على حسب طول شعرك، يعني على حسب طول شعرك وكثافته، فانت ممكن تعملي كميه في الاخر تتهدر، فاهمه؟ فانت خدي يعني كميه متساويه من كل حاجه، بس المفروض ان احنا بنقعد نقلبها بقى لحد ما خلاص. طبعا لما نهرس بقى الموزايه كده عشان الليكويد يبقى طالع شكله حلو عشان الناس طبعا تتشجع. قولي لي عايزين نعمل حاجات تانية شبه الماسكات دي ترمم الشعر. احنا النهارده معانا حاجات تانية هنعملها، هنعمل اعتقد حمام زيت وهنعمل سكراب للشعر. قولي لي ايه اللي ممكن نستخدمه تاني زي الماسك ده؟ ممكن بديل الموز، بديل الزبادي، نعمل كده حاجات عشان الناس عارفه الحاجات دي ما ترميهاش قدام عينينا كده في البيت، تتشجع وتجنبها على جنب. الحاجات دي هنستخدمها ماشي. مثلا ميه الروزماري، هي دلوقتي معروفه قوي ان الروزماري اصلا بيعمل انبات للبيبي هير وبيملى الفراغات. حلو جدا. بتجيبي الروزماري بتحطيه في ميه مغليه، بس مش بتغليه، تحطيه عليه ميه مغليه وتسيبيه يوم. بعد كده كل يوم بتحطيه على فروه شعرك زي لوسيون كده عادي. بالظبط. بتلاقيه بعد 3 اسابيع هيملى لك الفراغات وهيطلع لك البيبي هير. وميه الرز برضو اسمع، وميه الرز برضو بالظبط. كل دي حاجات بصراحه طبيعيه واحنا مش عارفين قيمتها. احنا كده هرسنا الموز مع الزبادي والعسل، بناخد بقى المكون ده كله بنحطه بعد الفروه، مش بنحطه على الفروه، من بعد الفروه لحد الاطراف على شعر ناشف مش مبلول، بنحطه بنسيبه نص ساعه قبل الشاور. بعد كده بنغسل شعرنا، هتلاقي شعرك فعلا حرير ملمسه طري جدا مش متشابك، تيجي تسرحيه تلاقيه مش هايش. كل ده بيفرق. مشاكل تانية صغيره بس برضو بتفرق، ان هو شعري بيتقطع وانا بسلكه. ما هو بيتقطع عشان هو متشابك وعشان هو هايش وعشان هو مش مترطب طبعا. طيب كده عملنا اول ماسك للشعر. ده مهم جدا جدا للشعر. وعايزين تزودوا حاجه، ده مني انا بقى، انا استخدمتها. عارفه الفتوى بتاعتي كده في الاخر، معلقه مايونيز برضو دي بتبقى مهمه جدا جدا جدا، وانا فعلا سالت نور عليها، من الحاجات اللي بتطري الشعر فعلا، صحه للشعر، تبقى شعرك صحي وبتقوي الشعر، فدي من الحاجات الحلوه جدا. لمعه حلوه. ايوه دي حقيقه. طيب هنعمل تاني حاجه، حمام زيت مع بعض. حمام الزيت زي ما قلت لكم، زيت الروزماري بيملى الفراغات وبيعمل انبات للشعر. بس هو زيت عطري
وهو عشان يديكي نتيجه مفعوله لازم يتخلط بزيوت مضاده للاكسده. هي بقى زيوت مضاده للاكسده جوز الهند وزيت السمسم، دي زيوت مضاده للاكسده. فلما بتخلطيهم بيه بيديكي مفعول ونتيجه تحفه. بناخد 5 نقط من زيت الروزماري. انا ما اعرفش كلمه 5 نقط، اصل معلقه صغير انا بدلق. ما هو بصي خلي بالك ودي انا بقى عايزه اعرف لو احنا ما بندلق ده بيدور الشعر، لان انا سمعت برضو ان كتر الزيت في الشعر بيدور الشعر. بيدور الشعر دي حقيقه، عارفه ليه؟ لان هو كتره بيقفل المسام، مو كتير على المفروض عارفه قفل المسام. ادي اكتر طاقه نتيجه اكتر. ده انا ده الايه، لا ما هو ده متعارف عليه ان احنا مش عارفين ايه الكميه فبنحط بس ده بيسد مسام الشعر فبيخلي الشعر. طول عمري عندي قوانين كده في معينه وبسمع ان هي غلط برضو بعملها، ما اعرفش يعني بدلق زيت واقول لك على حاجه بحس ان شعري نشف. ما هو بينشف بيغير لون الشعر، دي حقيقه. ما هو على فكره ما هو لما بيزيد عن حاله بتقلب ضده بيدور الشعر. يبقى نستخدم بقى بالقطارات والنقط لازم يقلب وبالمعالق الصغيره. اصل خلي بالك احنا كلنا فروه، يعني الفروه واحده، الشعر هو طوله اللي بيختلف، فالفروه مش محتاجه اكتر من كميه صغيره. صح فاهمه؟ طيب هنشوف اول حاجه بقى. يعني اهو يعني ربع معلقه 5 نقط من زيت الروزماري، بعد كده بقى معلقه من جوز الهند. جوز الهند الحلو صح؟ ماشي. لا جوز الهند ما فيهوش حلو. امال ايه اللي فيه حلو؟ ده اللوز. اللوز الحلو. اللوز هو اللي فيه الحلو. وده كده معلقه من زيت السمسم بس بنخلطها. انا بقى بحب ادفي قوي الزيوت، بيقولوا بتجيب نتيجه اسرع. هل المعلومه دي صح؟ بتبقى تحفه. ايوه دي حقيقه فعلا، لانها بتدخل فبتخلي المسام تتفتح فتعرف تتغلغل جواها. طب حلو جدا. بنضيفها ازاي بقى؟ يعني مثلا احنا حطينا خلاص الزيوت في طبق، بنجيب طبق تاني فيه ميه سخنه ونحطه كده. طب ولو حطينا حمام بخار يعني عادي، انا ممكن احطه في كنكه اسخنه تسخينه ولا على النار على طول ولا بيسخن جامد؟ لا هو اي حاجه بتتسخن على النار بتفقد مفعولها، فاحنا مش عايزينه يتسخن. احنا بس عايزين مفعول يفضل فيه، احنا بس عايزين ندفيه. معلومه حلوه. فبتحطيه في طبق فيه ميه سخنه وتسيبي بس البخار يطلع عليها، هتلاقيه دفي، هتلاقيه دفي معاكي في دقيقتين. طب حلو جدا. بس بتاخدي بقى بالقطاره وتفرغي شعرك وتبداي تحطي بالقطاره عشان تحددي الكم. السرنجه كده نشيل السن بتاعها ونخلي فيه 5 سم 4 سم هيلاقوا نفس دي المقدار اللي احنا عملناه ونعمل على فروج. بالظبط. يعني انا عايز اقول لك ان الكميه دي هتكفيكي وممكن تتبقى كمان. لان هو الشعر مش محتاج اكتر من الكميه دي. صح. دي كده اول وصفه. الوصفه دي بترطب الشعر جدا. مجرد ما بتخلصي الشاور وتغسلي شعرك وتنشفيه بتحطي كده ايدك في شعرك تلاقيه مترطب وطري جدا وملمسه بيبقى خطير بجد. اعتقد الكميه دي او المقدار اللي انت عملتيه ده مش هيلزق الشعر لدرجه ان انا هكون عايزه اغسله تاني. يعني ممكن نستخدمه كزيت يومي او زيت مثلا كل 3 ايام لو احنا مش بنعمل شعرنا سشوار او ببليس او كده. بس خلي بالك ان حمام الزيت لازم يتغسل، فاحنا مش هينفع نستخدمه كل يوم. هو يعني اقصى حاجه مرتين في الاسبوع. مرتين في الاسبوع قبل الشاور. بالظبط. طب بس دي كده اول وصفه هتساعدك ان شعرك يترطب والبيبي هيرجع. انا كنت بسالك ان ده ممكن نستخدمه كزيت عادي مش جوز الهند يعني مش بمقدار كبير ان انا اغسله عشان ده حمام كريم. ممكن بس جوز الهند لوحده. جوز الهند لوحده ممكن تاخدي نقطه وتحطيها ازا سيرم على شعرك زي السيرم يعني. بالظبط كده. طب حلو جدا. يرطب الشعر. طيب معانا بقى اخر حاجه سكراب للشعر، دي برده من الحاجات المهمه جدا جدا ونتيجتها بتبقى حلوه لكل الناس اللي بتعاني من بعض المشاكل في الشعر. هنشوف مع بعض هنعمل ايه ونشوف المعايير او المقادير هنحط ايه. طيب ليه احنا محتاجين نعمل سكراب للشعر؟ لان ساعات كتر الزيوت والاتربه والقشره والحاجات دي حتى لو غسلناه مش الفروه مش بتنضف 100%. فالسكراب بيشيل كل بقى الحاجات دي ويخلي الفروه تتنفس. ايه هو بقى السكراب ده؟ قهوه اكيد عندنا كلنا في البيت. هناخد معلقه من القهوه وعليها شويه من الشامبو. يا ريت بقى عشان في ظل طبعا ارتفاع الاسعار في كل البرودكتس اللي احنا ممكن نكون عايزين نشتريها، الحاجات دي فعلا موجوده في البيت. وانا بقول لكم انا في حاجات كتير جربتها وادي الحاجات اللي رجعت شعري. انا شعري اتحرق يعني عملته مره صبغه بشكل نسيت اصلا ان في صبغه على شعري باودر اللي هي بتفتح الشعر قوي فشعري اتهلك. ففعلا الحاجات الطبيعيه دي هي اللي رجعت لي شعري تاني. عندي حاجات كتير او ممكن اكون اشتريتها منتجات كتير بس الحاجات الطبيعيه دي رخيصه وموجوده في كل بيت مصري ممكن اي حد يستخدمها بشكل في الاسبوع يعني كل اسبوع يعمل ماسك يختار ماسك من ضمن الماسكات اللي احنا بنقول عليها. مهم جدا فعلا كل اسبوع مهم جدا جدا. وانا فعلا بقول لكل الناس مش كلام ان الحاجات دي هي اللي جابت نتيجه معايا مش الحاجات الغاليه ولا الماسكات ولا الشامبو الغالي مفيش الكلام ده. والاستمراريه يعني اهم حاجه خلي بالك أكيد. لازم نستمر ما نملش. صح كده. احنا عملنا السكراب خدنا معلقه من القهوه ومعلقه من الشامبو ومعلقه ميه يعني شويه ميه معلقتين ثلاثه اهو بقى ده كده قوامه بنحطه على ايدينا تمام بنفركه كده لحد ما يبقى فوم. بعد كده بنبدا نعمل مساج للفروه كده
نعمل مساج ونتاكد انها دخل في كل الفرو، بنسيبه يعني 3 دقائق وبعد كده نغسله. ممكن نعمل الخلطه دي مرتين، يعني مره في الاسبوع او مرتين في الشهر. جميل جدا. اعتقد برضو انت من ضمن الحاجات اللي ممكن تقوليها لكل الناس، السكراب للوش مهم جدا، اعتقد ده ممكن يستخدم. ممكن يستخدم بس مش هنحط شامبو بقى، مش هنحط شامبو. ممكن نحط سكر، سكر مع بعض مع القهوه، مع شويه ميه صغيرين قوي، مع ايه تاني، مع نقطه لا زيت. هيبقى سكر والقهوه، وممكن مثلا زيت جوز الهند. انا بحب بصل مشاهديني جدا 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 فانا الحاجات اللي بستخدمها فعلا بقول عليها لانها بتجيب نتيجه حلوه جدا، والسكراب ده طبيعي بتاع ربنا، يعني مفيش بقى السكرابات اللي احنا بنشتريها وكده. بالظبط. وفعلا يا نور بيفرق جدا جدا مع البشره، فنضارة البشره جدا، وبيخلي الوش اكنك عارفه صنفرتي. أيوة بلدي كده، هو صنفره. ما هو القهوه مع السكر مع معلقه عسل صنفره، انت كده بتصنفري الوش. بعد كده بقى تروحي غسله وشك، بتلاقي وشك بقى فيه نضاره وشال كل الجلد الميت وكل الحاجات دي. نور الفرماول صناعه محتوى، نورتيني النهارده وكانت فقره جميله. قلنا كلام مهم جدا جدا لكل الستات والبنات اللي بتعاني من مشاكل مختلفه طبعا في الشعر، زي التساقط وزي التقصف وزي القشره وزي عدم طول الشعر، حاجات كتير جدا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا في فقرتنا. احنا فقرتنا انتهت ولكن حلقتنا لسه مكمله، نروح لفاصل قصير ونرجع تاني، استنونا. ولسه مكملين معاكم فقراتنا، وصلنا لفقره المطبخ المفضله بالنسبه لي. معانا الفود بلوجر لؤي عماد اللي هعمل لنا باستا بالجمبري بطريقته الخاصه. ازيك يا لؤي؟ ازيك يا معاك، منورني في استوديو. كلمني بقى عن الطريقه الخاصه دي. ريسيبي جت في بالي او فكرت فيها وانا بعمل شوبينج في السوبر ماركت. هي حاجه ريتش قوي وطعمها حلو، وانا انبهرت جدا صراحه لما عملتها، يعني طبقتها. ده ايه حب النفس ده؟ طب كلمني عن مقاديرها بقى عشان ننزلها على الشاشه. اوكي، هي مقاديرها بتبقى نص بصله بيضه وتشيري توميتوز، بقدونس، شبت، كريمه طبخ، والجمبري، وبهارات سي فود جاهزه من سوبر ماركت. أوكي. اي نوع تحبوه. وفلفل احمر اللي هو التشيلي الحامي. وزبده وتوم. في توم كمان. اوكي، هنبدا بايه بقى؟ هنبتدي اول حاجه ننزل بالزبده، يعني مكعب 2 3 زي ما انتوا عايزين. يعني الزبده حسب الرغبه، يعني الزبده ما بتاثرش، الزبده جميله، انا بحبها جدا، هي حاجه ناتشرال. انا شايفه الناس ليه بتخاف منها، منها فاتس مفيده قوي ومشبعه كمان. بالظبط، احسن من طبعا، احسن من الزيت. انا مش بطبخ خالص بالزيت، انا منع الزيت خالص في البيت بجد. بس الزبده والسمنه، وبحب السمنه قوي، السمنه البلدي يعني. بالظبط، مش الحاجات النباتي وكده. طبعا زي البصل، هننزل بالبصل، وبحب البصل برده قوي يا لؤي، بعز البصل والثوم جدا. اي اكل هم البصل والثوم اهم حاجه في اي اكله الصراحه. انا بس البصل يعني يا دوبك ياخد لون، مش اخليه متكرمل ولا ياخد بس ياخد لون بسيط، عشان هي لسه هننزل بحاجات تانية وبالجمبري، فايه يا دوبك يطرى شويه. خلاص ندي شويه بصل كمان عشان بحب البصل. لا زود زود، ما دام بصل يبقى تزود. طب لؤي كلمني بقى عن بداياتك كده في المطبخ. انا من وانا صغير كنت بحب دايما اتفرج على برامج الطبخ مع ماما، كنت اقعد جنبها كده وانا صغير اقعد اتفرج. كانت مع الشيف منى عامر وشيف اسامه الله يرحمه. كان دايما ماما تقعد تخليني اتفرج معاها على الكوكينج شوز دي. ومن وانا صغير كنت بحب قوي الشيف رمزي، بحبه جدا. شيف رمزي صراحه ده لما تطورنا بقى وكبرنا شويه. بالظبط. كان جيمي اوليفر برده كان في النص كده شويه. بالظبط. لا انا بحب الطبخ جدا، بحب الاكل جدا. انا من النوع اللي انا باكل عشان اعيش مش العكس. متعتك اصلا هي الطبخ والاكل. بالظبط. فبالنسبه لي عن اول طبخه كده عملتها، ذكرياتك بقى في اول حاجه عملتها كانت الكريب. سويت كريب. كان كلها دخلت الدخله دي، الكريب والدونتس والوافلز والحاجات دي كلها. كانت ريسيبي في الفرنش بوك بتاعي، كتاب الفرنساوي، وعملتها وانا صغير. كانت اول حاجه تقريبا اطبخها يعني. فبالنسبه لي المطبخ حاجه تحفه يعني. طب وكانت ذكرى كويسه ولا سيئه؟ لا ظبطت معايا. ولا كانت تمام؟ لا ظبطت معايا. ازود سبايسي شويه ولا زي ما انت عايز؟ اوكي. يبقى كده حطينا الزبده والبصل، وبعد كده حطينا السبايسي او الفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر والطماطم، عشان بس الطماطم تدبل شويه. اوكي، التشاي توميتوز. بالظبط. تنزل شويه بالميه بتاعتها. ولو حد بيحبها كرانشي شويه يسيبها في الاخر؟ ولا هو ممكن في الجارنش، بس هي فكرتها انها بتدي اسيديتي شويه مع شويه سويتنس. فبتفرق. أوكي. في الطعم شويه. فبحب انزل بيها في الاول يعني عشان تدبل شويه. اوكي بس دقيقتين كده.
ممكن ننزل بالثوم اهو اتفضل. اوكي ميرسي تسلمي ايدك. انا يجي بستخدم فصين او ثلاثه ثوم ممكن يبقى متقطع عادي او ممكن يبقى او مفروم زي كده. هو السي فود عايز بجد ثوم شبت والكزبره لو الناس بتحب بقى كزبره، انا بحب كزبره جدا وخصوصا الفريش مع السي فود. بالظبط. وما تنسيش البقدونس، بقدونس مع الشريم باستا لازم. انا ماليش قوي بالبقدونس بس انا بحس البقدونس مع المشويات اكتر، يعني مع الكفته المشويه مع بس هي عشان هو حاجه من الاروماتكس او الحاجه اللي هي بتطلع ريحه في الاكل كده فبتبقى حلوه كده. البصل زي ما بحس الشبت خصوصا مع السي فود بيودي الاكل في حته ثانيه خالص. دي حقيقه. أيوه. دي حقيقه كده. البصل دبل شويه مع الطماطم برده، فهنبتدي ننزل بالشريمب عشان هو ما بياخدش وقت خالص. ده احلى حاجه بقى ان الشريمبس او السي فود عامه ما بياخدش وقت خالص في ان هو يتسخن او يستوي. وميزه كمان الريسيبي دي ان ممكن تزودوا اي حاجه، ممكن تزودوا صبيت سمك اللي انتوا عايزينه. ممكن كمان حركه ستاب احلى كمان ان احنا الجمبري نسلق القشر بتاعه ونستخدم الشوربه بتاعته كستوك نحطها على الباستا. حلو. ده اوبشن جميل حلو برضه. في ناس بقى بياخدوا شوربته يحطوها بقى يعملوا مثلا بيها شوربه خارجيه، في ناس بيعملوا بيها الرز. بالظبط. يعني بيبقى ليه استخدامات كتير قوي حقيقي. ننزل برضه بشويه السبايسز بتاعتنا. هننزل بايه بقى؟ دي السي فود سبايسز او البهارات السي فود الجاهزه تجيبها من السوبر ماركت. اوكي. ونحط برضو حسب الرغبه. بالظبط. انا دمين. انا من النوع اللي بطبخ بالحب، ما بمشيش بالمقادير. انا كده برضو. غير البيكنج او لما نعمل كيك او كده دي لازم مقادير بالظبط بالجرامات، لكن الطبخ كده بيبقى وخصوصا الخميره عشان الموضوع ما يضربش من هنا. ايوه طبعا. بيبقى الموضوع فيه حلاوه تروح كده. اسمه بالوين. بالظبط. بيقولوا كده انا بطبخ كده برضه. نروح بس الجمبري بتاعنا عشان ما ينشفش مننا. اوكي. اول ما يبتدي ياخد لون نجيبه الناحيه الثانيه. دي لسه انت عارف بقى انا بحب، انت خليني تبع الكويزين انت بتحبه. انا من اكتر الكويزينز اللي بحبها الصراحه الايطاليان. ايطاليان وايجين. ايوه بقى الجابانيز. انا خصوصا الجابانيز، انا بحب الجابانيز قوي. سوشي كده كده والجابانيز يعني تحفه يعني. لا يعني بجانب السوشي بحب الحاجات اللي بتتعمل بالاويستر صوص، بالسوي، بالترياكي. يعني بيف ترياكي بحبه قوي، الشريمس بالاويستر صوص بحبه جدا. والانديان كمان. جربتي الانديان كوزين قبل كده ولا؟ انديان بص انا قعدت فتره لما كنت قاعده في دبي اكلت انديان كتير قوي لحد ما انا كفايه سبايس، كفايه توابل. مش قادره يعني. حتى دلوقتي لو عديت جنب اي مكان يعني في انديان كوزين بتضايق، ما بقدرش خلاص يعني، جبت اخرك منه يعني. للاسف هما كمان بيستعملوا سبايسز كتير قوي. دي حقيقه. بس هو ده نوع من الايدنتيتي او الهويه بتاعت المطبخ بتاعهم، ان هما كلها بهارات وكلها سبايسز يعني. دي كده خلاص. شوف جمبري قلبتها الناحيه الثانيه. تمام. يا دوبك بس نص دقيقه كمان وهننزل بالكوكينج. طب انت عارف ان الجمبري استوى؟ امتى اعرف ان الجمبري استوى؟ اول ما لونه يغير ويبتدي ينشف شويه يمسك نفسه. اوكي. اول ما يبقى لونه اورنج ويبتدي يمسك نفسه ويبتدي يكش شويه. يكش. ما يبقاش طري ومفروض. بس هو بيكش ده حسب بقى هو فروزن ولا طبيعي؟ الفروزن على بيكش حسب بسرعه، بينزل ميه وبيكش بسرعه. مشكله كمان. الفروزن اللي هي بتبقى من المزارع وكده ما بيبقاش زي الفريش. طبعا. بتلاقي الجمبريه قد كده واول ما تسويها تلاقيها صغيره. بالظبط. اختفى فين ده؟ فهي دي بس مشكلته. وكمان ما بيبقاش طعمه قوي زي الفريش. بيبقى زي الكاوتش بصراحه. انا اسفه يعني ما كنتش زي الطبيعي خالص. ننزل بالكوكينج كريم برده بالحب كده. يا دوبك نغطي الشريم. عندنا يعني طبقه بسيطه. حبه قليلين قوي مش كتير يعني. ننزل برده بالبقدونس. بقدونس. والشبت. حبيب قلبي ده بحبه قوي الشبت. زود لي بعايز الشبت. ولو حابين تزودوا ملح او فلفل زي ما انتوا عايزين براحتكم برضه. بس هو السبايسز الجاهزه دي بتاعت السي فود فيها كل حاجه. فيها ملح. فمش محتاجه. بلس برضه الكوكينج كريم اصلا اوريدي بيبقى فيها برضه بتبقى ملحه شويه. الكوكينج كريم ما بتبقاش ملحه يعني لحد ما بتبقى نيوترال. بس انا برضو عشان عندي الباستا ووتر او ميه السلق بتاعت المكرونه هنزل بيها بيبقى لازم تسويها. يعني عايز اقول لك انا لما بطبخ بالكوكينج كريم بحس اللي هو هي رشه ملح، لان اكتر من كده فعلا بتبقى حادقه جدا. بالزبط. يعني مش بحط ملح الطبيعي في لو الاكله من غير كوكينج كريم.
بس طبعا بحط الفلفل العادي ده كده كده. اه هي كل الحاجات دي هي اللي بتطلع الفليفر بتاع طبعًا. الاكل او طبعًا. البروتين بتاعه طبعا يعني كده الموضوع ابتدى اللي هو ياخد احلى دايت مع الكوكين كريم ده احلى دايت. لا هي كده برضو كوكين كريم يعني انا صراحه شايفها حاجه عاديه من طبعا يعني. ايوه وفهمت دي فليفر بالظبط وطالما طيب. المودريشن طيب احنا موضوع حلقتنا النهارده كان عن مين اللي بيموف اون اسرع هل مكي. الولد ام البنت انت من وجهه نظرك مين بيموف اون اسرع؟ انا هتكلم عن نفسي اه انا بموف اون اسرع يا سلام اه يعني انا عندي زي سويتش كده سويتش بوتن يا اختك يعني مش ناس كتير انا عارف ان مش ناس كتير عندها الموضوع ده بس انا اي بليف يعني او ان يوجوالي الاولاد هم اللي بيموف اون اسرع من البنات البنات ممكن ياخدوا وقت شويه وفي نفس الوقت ساعات الاولاد ممكن اول فتره بالظبط هو ده اللي بيحصل هو الولاد في الاول بيبقى عادي جدا بعد كده تقريبا بيقعدوا عمرهم كلهم بيفكروا في البنت اللي سابوها طب ما كان من الاول دي حقيقه خصوصا لو حبها كمان دي حقيقه ايوه هي اي حاجه من بره الحب بيبقى الموضوع اي كلام يعني هو حتى يعني انا من واقع خبرتي يعني او من اللي بشوفه ان مش دايما الولاد بيتجوزوا عن حب هو ممكن يحب واحده ويتجوز واحده عشان هي دي اللي ممكن تكمل حياته او عارف يكمل معاها حياته دي حقيقة. بس مش لازم يكون بيحبها احنا ايموشنال يعني انتوا بعقلكوا اكتر احنا لسه ايموشنال على البنات بكتير بنفكر بدماغنا اكتر شويه بس يعني انا بدي الادفانتج يعني للبنات في الحته دي عندكم الايموشن احسن مننا بكتير الصراحه أيوة. ودي حاجه بس انا حاسه ان الايات قلبت برضه لاي دلوقتي البنات بقت جامده قوي ما هو بقاش في ايموشنز خلاص يعني حاسه ان دلوقتي الولاد هم اللي بقوا ايموشنلي اكتر او بيفكروا بعواطفهم اكتر مش عارف البنت اللي بقت جامده هو من ناحيه الايات قلبت ممكن حصل الموضوع ده شويه ده ممكن يكون فعلا وايه اللي تلعب بيه دي كارثه دي حقيقه صح الحمد لله ما حصلليش الموضوع ده بس بسمع قصص اللي هو اوكي الواحد ياخد باله يعني احنا كده عندنا الجمبري خلاص يعني خلاص استوى لما يكش كده خالص وياخد اللون ممكن ننزل نخفف شويه الكريمه بتاعتنا بفاستا بميه الباستا حاجه بسيطه خالص عشان لما ننزل بالباستا برده وكله حسب الرغبه لو انت عايزه تخففي شويه بتزودي ميه الباستا لو عايزاها اتقل بتزودي كوكين كريم دي حقيقه كده بالنسبه لي خلاص احنا بس يا دوبك هننزل بالمكرونه حلو والله يعني اكله سهله ولذيذه كمان 10 دقائق هو ده احلى حاجه في السي فود ان هو منجز وبجد مفيد جدا مليان بروتين واوميجا 3 مش عارفه الناس يعني مهمله قوي في مهمله السي فود نزل المكرونه كده هي مسكت نفسها شويه بس اوكي طب لؤي انت بقى بتحب تطبخ اكتر ديزرتس ولا اكل؟ لا اكل اكل يعني انا اصلا من الناس اللي بيحبوا الحاجات المسكره قوي والسكريات باكلها كتير قوي بس لما بقف في المطبخ صراحه بعمل اكل عادي يعني لا مواريحه باينه هوفلي تطلع مظبوطه بس لا لا انا متاكده يعني انا متحمسه جدا اجربها يا رب ما تبقاش تو سبايسي عليكي برضه عشان انت بقى بتحب المكرونه تبقى لادانتي بتنضف شويه لازم. ولا بالظبط ودي الطريقه الصح خلاص. ايوه صح فدايما أيوة. لما بجيب المكرونه وعاده بجيب الانواع المستورده اكتر عشان يعني تبقى احسن شويه في الكواليتي بقرا هي محتاجه قد ايه دقائق على النار هم اللي بيبقوا كاتبين على الكيس بتاعها بتسيب قد ايه على النار عشان تطلع مظبوطه الدانتي في نفس الوقت بتشيك برضه هي بتتسلق بتشيك لحد ما توصل ايه لدرجة السوى المظبوطة بتاعتها عشان هي كمان هتنزل بعد كده في الباستا فهتشرب شوية صح. من الصوص حقيقي. فممكن تطرى شوية طب لؤي كلمني بقى على الفود بلوجينج انا عرفت كمان انك انت بتاع انت فود كريتيك بتنقد او ناقد للأكل يعني الموضوع ابتدى من برضو من زمان قوي كنت انا المعروف وسط اصحابي اللي بخرجهم دايما في الاماكن الجديدة والمطاعم الجديدة نروح نجرب حاجات جديدة ودايما كنت بكريتيك الاكل قوي اللي بيجي لي وبكلم المانجر ذواق يعني كنت يعني رخم شويه في الحته دي فواحد صاحبي اقترح عليا قال لي طب ما تعمل بلوج او تعمل اكونت تطلع فيه الحاجات دي كلها بدل ما انت يعني ايه مطلع عينينا في الخروجات دايما ايوه بس فابتديت الموضوع ده في 2015 ومكمل فيه لحد دلوقتي الحمد لله يعني انت بدات الاول بالنقد انك تنقد الاكل
وبعد كده كملت بقى في موضوع الطبيخ. بالظبط اه. يعني انا اصلا انا كده كده بعرف اطبخ من زمان، وريسنتلي ابتديت بقى انزل ريسبيز على الاكونت عندي عشان يعني ايه يبقى في ميكس ما بين الاثنين. بس انا الاساس بتاع الاكونت اللي انا عامله ليه عشان ابين فعلا الاماكن اللي تستاهل الواحد يروحها ويدفع فيها فلوس. صحيح ان الموضوع بقى ماركتنج قوي وريتش، والموضوع بقى في حته تانية خالص. بالظبط الموضوع بقى كوميرشال قوي، والكواليتي مش احسن حاجه الصراحه. بس هي كده خلصت الفصل عندنا. اه والله يعني اكله سهله وبسيطه، خدتش 10 دقايق. ايوه حقيقي. ممكن ننزل بيها بقى نعمل سيرفنج ديش. نخدم بس الفقرة وهقضي عليها دلوقتي. لا لا مش شايف. لا شكلها مغري وريحتها حلوة قوي. بس جارنش خفيف بقدونس وشبت برضو عشان انت بتحبي الشبت. اه شبت. تسلم ايديك. حلو قوي. ندوق؟ ندوق. يلا ندوق. اوكي ميرسي جدا. انا ممكن ادخل على الشريمس على طول او خلينا نختم بعد كده هضرب عليها بقى عشان ايه؟ عشان المنظر العام. لؤي انت نورتنا وشرفتنا وحقيقي تسلم ايديك. ثانك يو. انا والشيف. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. استنونا في حلقات دايما مختلفه ومتنوعه من هو وهنا.